تقريبا كل يوم بيضيف بطوله لسجلات ودولاب بطولات النادي الاهلي. البطوله الطايره دي يمكن المجموعات، عايز اقول حاجه بقى اخر حاجه لك. ولا عين خلاص بقى المجموعات الناس هتعرف الاهم من المجموعات. انت بتقول لا لانه الاهلي بس يعني ايه، ركز معايا. اللجنه المنظمه للبنات كانت برئاسه عضو مجلس اداره، واللجنه المنظمه للبنين كانت برئاسه عضو مجلس اداره اخر. اشتغلوا الفتره وبعدين قالوا الله ليه كل واحد يشتغل في لجنه لما ممكن يشتغل مع بعض. ما تيجي نشتغل مع بعض في البطولتين الجرح والضماطي. يقوم الكبير في السن يتنازل للصغير الله عن رئاسة اللجنة. محمد الضماطي عضو فوق السن، محمد الجرحي عضو عن الشباب. هل في والاثنين لا تقايل، رجال الاعمال تقايل قوي. صحيح. يعني ما فيش حد يعني يقول اصل ده بيجامل حد. لانه الان السلام عليكم. مش هقول الو. يا عم قول الو. ايوه مين معايا؟ انا بقول له قول الو. كل سنه وحضرتك طيب يا هندسه. انت بتعمل ايه يا ابني على الهوا؟ لانه الاهلي برضه. ايه ولا 9 دقايق مستني على الهوا عشان اقول له حضرتك كل سنه وانت طيب يا محمد والاستاذ محمد عدل القيعي. ربنا يخليك لينا وما نتحرمش منك ودايما كده. قاعد بتتفرج بقى انت واصحابك عشان ايه تجننوني بعد ما اروح. لا والله هو انا بس يعني انا الحقيقه الكام يوم اللي فاتوا الواحد على قد ما هو كان متضايق، بالذات بصراحه ان حضرتك مانعني ان انا اعلق على اي حاجه واتكلم على اي حاجه، انما كالعاده وانا بتفرج عليك النهارده وبشوف حضرتك والاستاذ ابراهيم وانتوا بتتكلموا عن كل حاجه بطريقه مباشره وفي نفس الوقت بانتقاء مش غريب عليكم كل لفظ بيطلع، الواحد برضو بيتعلم كالعاده طول ما انا عايش يعني من يوم ما اتولدت لغايه دلوقتي بتعلم من حضرتك ومن الاستاذ ابراهيم ومن النادي الاهلي. انت حاجه رائعه يا محمد الحقيقه. ربنا يخلي حضرتك، وده بيفكرني يعني حتى بثلاث مواقف انا وجزء كبير من الجمهور مؤخرا. كل مره بنتسرع في الحكم كان حاجه ليها علاقه بفتره انتقالات، حاجه ليها علاقه بلاعب مهم في الفريق، حاجه ليها علاقه بقضيه جمهور، وفي النهايه كل مره القصه بتنتهي بعد ما نكون حكمنا حكم طه بتنتهي نهايتها احسن من اللي احنا كنت عايزينه بنتمناه يعني. الواحد يعني مستأمن النادي الاهلي يعني مستأمن النادي الاهلي طول ما هو فيه الناس القائمين عليه بالشكل ده، ولان انتوا في النهايه الجمهور قبل ما تكونوا مسؤولين، ودي يعني اقصى حاجه ممكن نتمناها. وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا جزيلا يا محمد، وكل سنه وانت فخور ببابا اكتر واكتر لانه يستحق كل الفخر وكل الزهو بيه يا محمد. شكرا يعني جزيلا. هو محمد مهمه جدا دائما كان يبقوا سخونه الشباب المفروض يحصل ما يحصل. اهدى. الحق لا يؤخذ هكذا. انت مره قلت لي لا هكذا تورد الابل. ما هكذا تورد الابل لمين بقى؟ اوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الابل. سعد واحد في صحراء مشتمل يعني الشمل اللي هو الجماعه. لا الشمل اللي هو الجرد بتاعه. مشتمل يعني ملفوف بيه. فمش عارف يغرف يسقي الجمال. فاعتقد انه ساق جمل والجمل كده ارتوى ومشي، فصاحب الجمل قال لك اوردها سعد. اوردها يعني اللي وداها للبئر. اورد ساقها ميه. اوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الابل. هو اعتقد انه عمل اللي عليه متعلم كيف تورد الابل. ما تجيش كده يا سعد. الجميل في الموضوع الاعتراف. بالظبط. دايما وكل مره يقول تسرعنا لكن انتوا كنتوا، لان في فرق بين كل مره بتقول لهم ما هكذا تورد الابل يا محمد. لا هو بيبقوا متضايقين شباب. الحكم بالمطلق والحكم بالصح والغلط قوي، والحكم بان لا زي اتقال وزي اتعمل وزي ده يعمل وتقاليد الاهلي. هدوءا تنتصر بالهدوء وبكظم الغيظ وبانك تورد الابل
الإرادة بشكل صح. ولأنه الأهلي نتواصل بعد الفاصل.